لا جديد. أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتكرر من جديد، ولكن هذه المرة في نسختها الأكثر دموية، سالت فيها دماء شيرين عبد الوهاب في الوقت نفسه الذي يقول فيه حسام حبيب أن يداه نظيفتان من دمائها. ماذا حدث في شقة شيرين عبد الوهاب؟ مساء الخير على كل متابعي موقع تليجراف مصر في كل مكان، معاكم النهاردة آلاء مباشر ولايف جديد. نتكلم النهاردة عن أكتر أزمة شغلت السوشيال ميديا، وهي أزمة شيرين عبد الوهاب. نيابة التجمع أمرت باستدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد المحضر اللي قدمته وهي بتتهم فيه طليقها الفنان حسام حبيب إنه تعدى عليها بالضرب وسالت دمائها فيه، وإن هو سرق موبايلها وفلوسها من شنطتها وأذاها جسديا. وراحت النيابة وبتتكلم فيها بكل أريحية وبتقول إن هي ضحية ومجني عليها من الفنان حسام حبيب. أزمات كتير من أول ما اتجوزوا، من أول ما ظهروا هما الاتنين سوا على الساحة وهما في حالة جدل رهيبة، كل واحد فيهم بيعلق يعني نتائج أعماله على شماعة التاني. ولكن المرة دي كان في دم وكان في ضرب وكان في عاهات مستديمه في جسد شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب قالت في بلاغها ان هي تعرضت للضرب المبرح من طليقها حسام حبيب، ده في الوقت اللي كانت رايحه فيه شقتها اللي هي في شراكه ما بينهم، وان هي عاملينها يعني كاستوديو عشان يسجلوا فيهم الاغاني بتاعتها او اغانيهم هما الاثنين. يعني المرة دي شيرين عبد الوهاب لما راحت الشقة اتفاجئت بوجود حسام حبيب هناك، وحصلت ما بينهم مشاجرة ومشادة وصلت للضرب، وان هو سرق موبايلها وفلوسها من شنطتها، وان هي هربت منه بعجوبة وراحت قدمت فيه البلاغ ده. طبعا اول ما حصل الكلام ده النيابة استدعت حسام حبيب، وكان ليه طبعا حق الرد في اللي حصل، وقال ان امام النيابة ان الكلام ده ما حصلش وما كانش متوقع ان يحصل تاني ارتباط ما بين اسمه واسم شيرين عبد الوهاب بعد الازمة الاخيرة اللي كانوا قالوا ان هم الاتنين خلصوا كل المشاكل ما بينهم وان الموضوع انفض، وكانت شيرين بتظهر على السوشيال ميديا اصلا بتسمع الاغاني بتاعت حسام حبيب وبتغني معاها وبترقص عليها، وكان الموضوع يعني في منتهى الهدوء او منتهى الرزينة وما كانش فيه اي حاجة، وكأن الفترة دي زي ما بيسموها هدوء ما قبل العاصفة، عشان المرة دي شيرين عبد الوهاب هتظهر على الساحة الجدلية وهي سايحة في دمها. حسام حبيب لما اتكلم وابتدى يدافع عن نفسه قال ان مفيش حاجة تثبت صحة اللي شيرين عبد الوهاب بتقوله. في الحقيقة هو قال انه كان داخل كفاعل خير، لان بنتها كانت هتموت ما بين ايديها، وان هي بتضربها وبتعنفها باسلوب قاسي جدا، وان شيرين عبد الوهاب كانت بتعتدي على بنتها بالضرب. هنا بقى حسام حبيب قال ان هو ما اعتداش على شيرين عبد الوهاب بالضرب، بالعكس ده بيقول ان هي قلبت الترابيزه عليه، وان هو الا ان هي اللي اعتدت على بنتها بالضرب، هو كان داخل يفصل ما بينهم. طيب الكلام ده بقى صح ولا غلط؟ هنا بقى شيرين عبد الوهاب قالت ان هي تعرضت لهجوم واعتداء، وان هي جسمها كله بقى وارم وفي علامات الضرب دي، كمان تم نقلها للمستشفى، وقالت ان المستشفى قالت ان شيرين اصيبت في دراعها وفي رجليها وفي عينيها اليمين. طيب عشان نقدر بقى نحط نقطه فاصله في الموضوع ده، حسام حبيب طلب من نيابه التجمع ان هم يستدعوا بنت شيرين عبد الوهاب عشان هي النقطه الفاصله في الموضوع ده. هل حسام حبيب كان اعتدى على شيرين عبد الوهاب بالضرب عشان يسرق موبايلها ويسرق فلوسها ويعمل لها اها مستديمه زي ما هي بتقول ورايحه النيابه وهي سايحه في دمها، ولا شيرين عبد الوهاب فعلا زي ما حسام قال ان هي كانت بتضرب بنتها وبتعنفها، وفي الوقت ده هو تدخل لان هو كان موجود في الشقه اللي هم عاملينها استوديو يغنوا فيه او يجهزوا اغانيهم، وجه فصل ما بينها وبين بنتها عشان بنتها ما تموتش بين ايديها. طبعا عشان نقدر نجيب كلام اكيد ورسمي ونقدر نحط نقطه فاصله في الموضوع ده، تواصل موقع تليجراف مصر مع مصدر امني اللي قدر يوصل لنا الموضوع بسلاسة وبأكثر وضوح. المصدر الأمني قال إن الواقعة حصلت أول امبارح في الساعة 5 الفجر. شيرين عبد الوهاب اللي هي المجني عليها جت وصلت لاسم شرطة التجمع الأول بتتهم فيه، بتعمل بلاغ رسمي ضد زوجها أو طالقها زوجها السابق حسام حبيب، بتتهمه فيه إن هي خدت علقة موت على إيد حسام حبيب. خدت علقة ما خدتهاش قبل كده، ضرب، إهانة، سرقة،
ما عندها عاهة في راسها في رجليها وفي عينيها اليمين. المصدر قال برضو ان شيرين عبد الوهاب طلبت من حسام حبيب انه يرجع لها الفلوس اللي هي شراكه بينهم في شقه الاستوديو ديت، وان هي يعني عايزه تخلص الموضوع ما بينهم، ما يبقاش بينهم اي روابط عشان ما يكونش فيه اي ازمات جديده. الفنانه شيرين عبد الوهاب وصلت اسم شرطه التجمع الاول وهي في دمها طبعا، واتهمت حسام حبيب، قالت ان هو كان بيتعدى عليها بالضرب هيموتها، كانت هتموت ما بين ايديه. طيب ايه اللي حصل؟ ايه يا شيرين؟ انت فعلا كنتي هتموتي بين ايدين حسام؟ طب هربتي ازاي؟ شيرين بتقول ان هي هربت وان كان يعني طلعت من ايده باعجوبه في الوقت نفسه اللي حسام حبيب بيقول ان هو كان بيسلك ما بين بنتها وبينها باعجوبه. طيب بالنسبه بقى لاتهام شيرين ان حسام كان عايز يسرقها ويسرق الفلوس اللي في شراكه بينهم، حسام حبيب طبعا طلع نفى كل الكلام ده وقال ان مفيش اي حاجه من الكلام دوت حصلت، وان في ان هم سجلوا المكان ده كان سجل الاغاني فيه لمده 3 شهور متواصله وما كانش في حصل اي مشكله او اي ازمه ما بين الطرفين، بالعكس كان الموضوع بمنتهى السلاسه. طبعا حسام حبيب اعترف في تسجيل صوتي ليه انه ضرب شيرين، وقال في تصريحات مثيره ان هي لازم تشكرني اني ضربتها. ايه ده؟ ازاي بعد ما ضربها هي المفروض تطلع تشكره؟ حسام حبيب هنا بقى لما طلع بالكلام ده وقال ان هي المفروض تشكره ان هو مد ايده عليها وضربها، كان قصده مش انه يسرقها او يسرق فلوسها، لا هنا كان يقصد ان هو قدر يخلي بنتها تعيش. زي ما بيقولوا كده كانت يعني حسام حبيب كان طوق النجاة لبنتها بعد ما كانت فريسة في ايد امها اللي هي شيرين، اللي هي زي ما بيقولوا كده القطة من كتر ما هي بتحب ولادها كلتهم. فهنا بقى حسام ما كانش عايز الموضوع يوصل للدرجة دي، وابتدى يوافق او يعني يفصل ما بين الطرفين ان هو يبعد شيرين عن بنتها عشان بنتها ما تموتش في ايديها وروحها تطلع. في الحقيقه بقى حسام كمان كده اتقبض عليه بتهمه الاعتداء على شيرين بالضرب، وفي تحقيقات النيابه قال انا ما لمستش شيرين اصلا. يعني تحقيقات النيابه حسام حبيب طلع قال انا ما جيتش ناحيه شيرين وما لمستهاش، وهي اللي كسرت الشقه. حسام وصل للنيابه العامه ان في فيديو وموثق للكلام ده كله، ان هو كان متواجد في الشقه، طلع موبايله وصور شيرين عبد الوهاب وهي بتكسر في الشقه، وهي ماسكه الترابيزه بتقلبها وبتحدفها عليه، بتكسر الجدران، يعني في حاله لا يرثى لها. طيب هنا في الوقت ده نقدر نقول ان شيرين عبد الوهاب هل هي بتترصد بالمرصاد لحسام حبيب عشان توقعه في شر اعماله؟ طيب هل هما الاثنين عندهم مشاكل يعني مأدية؟ يعني هما كانوا المفروض اخر مره اتصافوا وخلاص مفيش اي حاجه، والموضوع زي ما بيقولوا كده نهايات اخلاق، يعني الموضوع هدي ما بينهم والدنيا خلاص، كل واحد راح شاف حياته، كل واحد اشتغل. حتى ده كان في كلام بيتقال ان شيرين على علاقه عاطفيه باحد الاشخاص، وان هيحصل ما بينهم زواج قريب، وان الموضوع ابتدى يهدى ما بين شيرين وحسام. ولكن في الحقيقه الامر ان هو كان هدوء ما قبل العاصفه، كانت شيرين يعني مش قادرين نحسم بجد او بشكل قطيع ان شيرين كانت بتترصد لحسام، ولكن وجود شيرين وحسام في شقه الاستوديو اللي بيسجلوا فيها الاغنيه، هنا دخلنا في المسلسل اللي احنا متعودين عليه بتاع ازمات شيرين وحسام حبيب اللي ما بيتوقفش، اللي كل شويه بيطلعوا بحاجه جديده، مره بقى تطلع تقول تشتمه، مره تطلع تقول ان هو كان سبب في ان هي تحلق شعرها، مره تطلع تقول او هو يعني ناس من اسرتهم يطلعوا يقولوا ان هو خلاها تدمن المخدرات. بصراحه كانت قصه شيرين وحسام حبيب اكتر قصه في الوسط الفني اللي خلت الناس مش فاهمين طبيعه ده ايه، هل دي مشاكل نفسيه، مشاكل ماديه، مشاكل مهنيه اصلا، ما حدش قادر يحسم الموضوع ده. الحقيقه دي مش اول ولا اخر مره هيحصل مشاكل ما بين شيرين وحسام حبيب، لان المحضر اللي تم او حصل في نيابه التجمع ده اكيد هيبقى ليه تبعيات اخرى ونتائج اخرى، وهنقدر نتكلم عليه تاني، وكل ده هيكون عندنا هنا في تلجراف مصر، هنقدر نتواصل وهنعرف كل ملابسات الموضوع. بس يعني هل بعد ما نقفل المحضر وكل واحد يعرف فين حقه وفين، هنا هنقدر نحط نقطة نهاية لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وان خلاص مفيش مشاكل هتحصل بينهم تاني؟ هم نفسهم ما يقدروش يحسموا الموضوع ده بصراحة، لان هم كل مرة كانوا بيطلعوا يهدوا الدنيا او يهدوا الريتم، وساعتها بقى كان بيحصل تاني حالة من الجدل وحالة من الازمات. حسام حبيب مصر ان يحصل
استدعاء لبنتها علشان يكون في نقطة فاصلة او يحصل يعرف مين المجني ومين المجني عليه. يعني مش عارفين نختم بصراحة اللايف ده نقول ايه، لان الازمات ما زالت مستمرة، ومهما نقول هنا نقطة النهاية والموضوع هيخلص هنا، لا، شيرين وحسام هيطلعوا تاني على الساحة الفنية، بعد كل ازمة هيطلعوا بازمة اقوى منها. المرة دي ضرب وسحل ودم، وناس بتقول وحسام بيقول ان بنتها كانت هتموت ما بين ايديها. المره الجايه مش عارفين ايه اللي هيحصل، هل فعلا هيبقى فيه كارثه، وهل فعلا هيبقى فيه يعني اصابات مميته موت بقى خلاص بعد كده. يعني الموضوع ابتدى بحلق شعر شيرين نهائيا، حلق شعرها زيرو. النهارده شيرين في النيابه بتقول ان حسام، وهي رايحه سايحه في دمها، بتقول ان حسام ضربني وسرق موبايلي وفلوسي، وبتهجم عليا في الشقه اللي احنا عاملينها استوديو. مين بيقول الحقيقه؟ مين اللي معاه الحق؟ مين اللي فعلا فعلا المره دي هو مجني عليه، ولا الطرفين جاني؟ هل الطرفين غلطانين، ولا هنا المره دي فعلا في طرف مجني عليه وخلاص الموضوع هيتقفل على كده، وخلاص شيرين وحسام حدوتتهم هتخلص؟ استنونا في لايف جديد هنتكلم فيه تاني عن ازمات شيرين وحسام حبيب، هنعرف الموضوع وصل لحد فين، مين اللي هيقعد في التخشيبه، مين اللي هيطلع بره ويكمل نجاحاته، النجاحات اللي ابتدت تتقلص من ساعه ما العلاقه الزوجيه دي ابتدت، يعني من كام سنه، من اول حب وجنه انا عشت فيها لغايه النهارده سحل وضرب وعهد مستديمه في الجسد ورايحه النيابه العامه، الحقوني انا سايحه في دمي. كده نكون وصلنا لاخر اللايف معاكم الاء مباشر، كنت مبسوطه ان انا معاكم النهارده من وسط تليجراف مصر.